أحدهم كان من أرباب المعاصي ومنذ سنوات أتيته، نصحت عدة مرات ولم يستجب. أتيته بعد سنوات وقلت: يا أخي، ها أنت قد جاوزت 30، وكم سجنت من المرات، وكم تعذبت من الذنوب والمعاصي. قال: يا أخي، والله ما بقي إلا هذه يقطفونها. وهو من هذه المنطقة. انتظرت بعد فترة وسألت عنه: ما أخبار فلان؟ قالوا: خرج إلى الشارع وهو سكران، وصدم ومات وهو سكران، ويبعث يوم القيامة وهو سكران، فإن من مات على شيء بعث عليه. ولكن ننظر يا أحبتي في الله إلى الجانب المشرق، إلى الجانب المشرق في الشباب، لأن الشباب بحاجة إلى الموعظة، وخاصة أهل الشوارع الذين يطوفون، الذين يفحطون، والله إنهم بأمس الحاجة، وهم من أقرب الناس من واقع تجربة يا شباب. إذن الحمل على أهل الصلاح كبير، لأنك يا أخي الصالح قد رزقك الله سبحانه وتعالى وتذوقت طعم الهداية وذقت طعمها، فبقي أن تزكيها بنصرة إخوانك، بأن تأخذ بأيديهم إلى طريق الصلاح.